الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعرض العديد من الأشخاص إلى الإصابة بالالتهابات والعدوى في الجهاز التنفسي، مثل تراكم المخاط والبلغم، السعال الشديد، الكحة، وعدم القدرة على التنفس. يمكننا علاجها فقط بمكونين من البيت من خلال تناول هذا المشروب الرائع جداً، والذي بدوره كذلك يحافظ على الأحماض الدهنية في الجسم ويحميها من التأكسد والتسبب بهذه الأمراض. لدينا فقط مكونين وهما الفجل الأبيض. استخدمي أي نوع متوفر، أي نوع فجل متواجد استخدميه. قلت فجل، أي نوع؟ هناك الفجل الدائري وهناك بهذا النوع. أي نوع متوفر استخدميه، لا تكلفي نفسك. وحبة بصل كذلك، البصل نستخدم أي نوع متوفر في البيت، سواء كان البصل الأبيض أو البصل الأحمر. الفجل يعتبر أحد المضادات الحيوية الطبيعية، نظرا لغناه بجلوكوزيدات وفيتامين سي ورافعين، وتناوله كذلك رائع جدا، حيث أن الفجل ضمن الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية والخصائص الطبية الغنية. هو يفتح الشهية، يساعد على الهضم، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات وكبريت مفيد للجلد والشعر، وكذلك الحديد المفيد للدم. مثلا لمن يعانون من اضطرابات المرارة، سأعطيهم الآن وصفة على السريع. لمن لديهم اضطرابات المرارة الناجمة عن تشكل الحصى، أنصحهم بتناول عصير الفجل. عصير الفجل يفيد في علاج آلام حصى المرارة. نأخذ عصير الفجل بكمية متساوية مع عصير الليمون، ونأخذ كأس منه يوميا قبل النوم، رائع جدا لعلاج حصى المرارة. وكذلك قلت يعتبر كمضاد حيوي طبيعي. وكذلك الفجل رائع جدا لتقوية النظر والتخلص من الرمال والحصى في المسالك البولية، ولدينا به عدة وصفات كذلك للبشرة والشعر. استخدامه في هذه الوصفة لعلاج حالات السعال الديكي وطرد البلغم وخشونة الصوت رائع جدا وممتاز مع البصل. البصل هنا في هذه الوصفة يعمل على تسييل المخاط الموجود بالبلعوم والرئة، كما أنه مضاد للالتهابات، مما يجعله علاج فعال عند حدوث نزلات البرد. وكذلك رائع جدا. سنعمل الوصفة مع بعض. نأخذ الفجل، نقوم ببشره في المبشرة الناعمة، وكذلك البصل نقوم ببشره في المبشرة الناعمة. إذا كانت متوفرة عصارة الجزر، نستخدم مباشرة عصارة الجزر. إذا كانت عصارة الجزر غير متوفرة، نستخدم المبشرة الناعمة لاستخلاص العصير. نقوم بأخذ عصير البصل مباشرة بهذا الشكل. عصير البصل وسيلة فعالة جدا للمساعدة على سرعة الشفاء، حيث أنه مضاد للجراثيم والفطريات، وهو مصدر جيد لفيتامين B6 وسي وبيوتين وألياف، وكذلك للكروم وكبريت وفوسفور وبعض الزيوت الطيارة، حيث يساهم في علاج الربو ونزلات البرد، وكذلك السل والأرق والالتهاب الرئوي، وكذلك لخفض ضغط الدم والتهابات الأعصاب، كما أنه مدير جيد للبول، وكذلك خفض نسبة السكر في الدم. قلت بكميات متساوية. هذه الوصفة صالحة للكبار والصغار والحوامل والمرضعات بوصفة طبيعية فقط، مكوناتها متوفرة في كل بيت.
نأخذ العصير فقط ونضعه في برطمان، نضع عليه ملعقة طعام من السكر الناعم، نأخذ فقط ملعقة طعام من السكر الناعم، البديل هو سكر النبات أو السكر الأسمر أو العسل إذا توفر لديكم عسل نحل. نقوم برج المكونات جيدا بهذا الشكل، حتى الحصول على هذا المشروب. بالنسبة للأطفال الصغار، ربما لا يرغبون في أخذ هذه الوصفة لتواجد البصل والفلفل، طبعا به رائحة. نضاعف كمية السكر إلى ملعقة طعام أخرى بالنسبة قلت للأطفال. بالنسبة لمن لديهم مرض السكري يتخلوا تماما عن وجود السكر في هذه الوصفة. نخلط جيدا المكونات، نتحصل على هذا المشروب الرائع. طريقة استخدامه بالنسبة للأطفال الصغار، ملعقة شاي صباحا وملعقة شاي بعد الأكل وملعقة طعام كبيرة قبل النوم. بالنسبة للكبار، ملعقة طعام كبيرة صباحا وملعقة طعام كبيرة بعد الغداء وملعقة طعام كبيرة قبل النوم. هذه الوصفة صالحة الاستخدام لمدة يومين فقط في الثلاجة، وبعدها يجب تجديد الوصفة. بالأخير لا تنسوا عمل إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته حتى يصل لعدد كبير من الأشخاص والناس حتى يستفيدوا منه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.